طبعا هذا برنامج اللي انا عامله للحصص اللي موجوده عندنا في المدرسه. مثلا عندنا الرابع الف عندهم عربي، الرابع باء عندهم انجليزي، اوكي. طبعا بالصباحي بتتفعل جيم، بس بالمسائل انه ما في جيم تختفي. مثلا عندي هون التاسع شعبه واحده عندنا، فالشعب الثاني الاربعه اللي موجودين في الصباحي ما ببينوا في المسائل، مجرد ما اكبس هيك يفترض يطلع اسم صوره الاستاذ يعني اذا كانت موجوده. طبعا شكلهم مش موجودين. طيب ما علينا، هلا انا بدي اخذ برنامج الغياب. هون بدخل مثلا صف خامس، انتو خامس مسائي الف. طبعا هذا الاي يعني صباحي، المسائي الشفت. شباب من غير صوت. ابراهيم انس حاضر حواضر. هاي ابراهيم انس حاضر حواضر. طيب وابراهيم يحيى حاضر حواضر محضور. ما شاء الله عليك. احمد ابراهيم. نعم. احمد تيسير. احمد محمد غازي. احمد محمد قاسم غايب. احمد محمد قاسم غايب. وينه احمد محمد قاسم؟ هاي هاي. اوكي ماشي. اكرم محمود. نعم. جمال مرسي. نعم. حذيفة. نعم. حمزة احمد. نعم. خليل نعيم. نعم. داود ايمن. نعم. رأفت خيرو غايب. هاي غايب. زكريا محمد زهير. شو مال مين هو؟ شو حكيت؟ اها هسه كده راح اخلي رجليك فوق وراسك تحت. طيب زكريا اسمك؟ طيب ساريه. نعم. صفوح. وين صفوح؟ حاضر محظور. طبعا اسمه صفوح اسمه غريب، صفوح كل الناس اسمه. ماشي. طه محمد خير موجود على الكرسي. موجود على الكرسي. يا سلام، معلومات خارقه هاي. عبد الخالق محمد خالد. نعم. عبد الرحمن محمد مأمون. نعم. عبد الرحمن مصطفى. حاضر حواضر. عبد اللطيف هيثم. نعم نواعم. وينه نعم نواعم؟ أنا عبداللطيف. عبداللطيف وينه؟ آه طيب حلو. عبدالله نضال. حاضر حواضر. عدنان عصام. نعامي. نعامة الرصاص. غسان بسام. أيوة. فؤاد جمعة. نعم. مثقال موسى. نعم. محمد جمعة. حاضر. محمد رامز. غايب؟ لا مشلل. طيب يعني غايب. أي واحد مش في المختبر عندي يعني غايب. محمد رامز حكينا؟ محمد ظافر. نعم نواعم. نعم نواعم. محمد خير. وين محمد خير؟ شنب. كمان هرب؟ لا موجود. طيب محمد طارق. نعم. ومعاذ انس. نعم. وينه؟ ومعاوية. قاعد على الارض. قاعد على الارض. انا على الكرسي شايفك. هادي. نعم نواعم. هيثم. هيثم غايب. ويامن. ايه شو ببيع هذا؟ وين؟ وينه يامن؟ ببيع هريسة لا؟ ويوسف؟ غايب. غايب يوسف؟ لا يوسف. شباب يوسف شحادة وينه؟ انت؟ يلا اوكي يعطيكم العافية.